خي حنا تلقينا هذا الخبر في الصاعقه، فهمتيني؟ انا من عائله ديال الناس هذوما مساكن، الناس دراويش كانوا كيحفروا واحد البير، ربما وصلوا شي 5 ولا 6 متر ولقاو شي حجره، لقاو معها الصعوبه. وكما ذكرت في المنبر، جمعوا الحطب وعملوا لها الحطب وليسانس وشعلوا العافيه، هما مساكن من الفوقي كاملين ماشي في وسط البير، هما كانوا على برا. هذيك العافيه تعطلت عليهم وطلوا عليها، طلعوا عليها مساكن وهي كتفرقع فيهم. انت هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى من غير هادشي هذا. الحمد لله وما تما الجدرميه وما تما الشرطه العلميه، كلشي على عين المكان، كلشي عندهم موثق، باش ما يبقاش شي بنادم كيقول المعلومه مغلوطه، باش ما يبقاش كيهضر على الناس بشي حاجه ما عندوش عليها اليقين. الانسان خصو بهذا المصطلح هذا، ما تنقول لك والله الا مرضنا بالله العظيم، من البارح ما ناعسين ما واكلين. من بينهم واحد النسيب ديالي، راجل اختي مسكين، هما بسبعه بهم ضحايا، جوج توفاو، واحد توفى تما مسكين في عين المكان، وواحد مسكين جا للعنايه المركزه هنايا وتوفى هاد الصباح، ومازال جوج ولادو في الخطر هنايا، وخاها اخر هذاك نسيبي حتى هو في الخطر، وواحد ولد خوها اخر واللي توفى تما حتى هو مسكين بنو هنا حتى هو في الخطر. الناس مساكن الله يشوف من حالهم، الله يجيب شي محسنين يكونوا بيهم. الناس مساكن ما في حالهم، شي فقراء وما عندهم والو، عندهم ساكن في الباديه وصافي، ما كاين لا ما لا حتى حاجه. المهم الحاله باينه، غير تشوفهم وما يعطيوك الخبر كيفاش النومه بلا ما نقول لك انا. ايوا كثرت بزاف د القيل والقال، بزاف الناس كيهضروا من البارح والناس كتهضر، قرينا بزاف د المنابر، الله يسامح لهم كيبقاو يسمعوا شي حاجه وكيبقاو يقولوا شي حاجه مغلوطه. هذا كنظن هادشي هذا ما الانسان خصو يتجنبو اصاحبي. ما عندك شي معلومه، ما عندك شي دليل، ما عندك شي خبر على هادشي هذا، خصك تسكت اصاحبي. قول الله يحسن العون، قول الله يشافي، قول الله يرحم اللي مات وصافي، ما يبقاش شي بنادم كيهضر وصافي. كاين بالضبط بوحمد، جماعه بوحمد في متشر تغدا ولا، فهمتيني؟ انا راي بالضبط. تما واحد الحاله واحد الرعب تما الناس كيعيشوا دابا حاليا. دابا حنا كنتواصلوا معاهم، والله ما كنقدوا نهضروا معاهم ساكن، الله يحسن العين. كلشي مشى نعم سيكو، هما تما دابا هما تما، فهمتي كيفاش؟ كيعملوا الاجراءات ديالهم. البارح جات الشرطه العلميه، لابيجين جاو لهنايا، داو الاقوال ديال الناس هادوما، هضرنا معاهم حنايا، جاو اش كيسميو، جاو البوليس تا هما داو الاقوال ديال الناس هادوما. وهادشي اللي كاين، ما كاين لا كنز ولا محزن. الناس الله يحسن العام ساكن واحد غا في كيلو البطاطا من كنز واش من الناس بالعطش، الناس عرفتي شنو بالعطش كيسقيو الماء. انا كنعرف ديك المنطقه، انا ولد الاقليم، عرفتي شحال كيمشيو باش يجيبوا الماء، حاشاكم على الحمير وعلى البهايم، عرفتي شحال كيمشيو وما كيلقاو والو. هادشي اللي كاين وصافي غزا امين. الحاله الصحيه ديالهم كامله خطيره، سولنا عليهم كاملين مساكن، ربما كاين الهضره كدروش، حنا باقي كنهضروا، ربما كاين شي حالات ما نعرف، قالوا واش يقدروا يدوهم لطنجة ولا حالة ديالهم خطيرة، حيتاش محروقين في وجههم مساكن وما ما كيحلوا عينهم ما والو. ناهيك عن مهرسين، كاين اللي مهرس جوج مرات من رجلوه، كاين اللي ميدو، واحد الحالة، واحد المأساة لا توصف صراحة الله. عشنا واحد الحالة لا يحسد عليها، هادشي اللي عطى الله وصافي.